مرحبا، معكم سنة السالم. وقبل ما أبدأ بدي أطلب من كل حدا فيكم يطول ورقة وقلم ويكتب أسماء خمس أشخاص تعتبروا وجودهم بحياتكم بالنسبة لكم مهم كتير. فإذا سمحتوا الكل يطول ورقة وقلم ويكتب بالخمس أسماء. اللي خلص كتابة الأسماء يرفع إيده. أوكي، عظيم. هلأ بدنا نقيم علاقتنا مع هدول الأشخاص. بدنا نعطي رقم من 1 لـ5، 1 أقل إشي و5 أكتر إشي. لشو؟ لقدي بتعتبر علاقتك مع هذا الشخص علاقة آمنة وصحية وخالية من التوتر والمشاحنات. فإذا بتعطي 1 معناها كتير في مشاحنات بينك وبين هذا الشخص، بتعطي 5 تماماً خالية. فإذا سمحتوا قدام كل اسم 1 لـ5 تقييم. اللي خلص تقييم يرفع ايده إذا سمحتوا لأتأكد الكل معي. تمام. مين أعطى 5 من 5 للخمس أسماء يرفع ايده؟ واو، انترستينج. 3. مين أعطى 4 من 5 للخمس أسماء يرفع إيده؟ 2، 3. أوكي، طب مو غريب هيك؟ مو غريب إنه الأسماء اللي كتبتوها اللي أنتم بتعتبروهم أشخاص بحياتكم مهمين جداً وحياتكم بلاهم، بلا نكهة وبلا لون وبلا طعم، ومع هيك علاقاتنا معاهم علاقات سامة، سلبية، متوترة، مشحونة. ولو بسألكم مقارنة مع باقي الأشخاص في حياتكم وباقي الأنشطة في حياتكم، قد ايه عم تعطوهم وقت؟ بالأغلب حيكون وقت كتير قليل، وبالأغلب أكتر رح يكون إنه هو وقت غير نوعي. طب ليه؟ شو الحكاية؟ بالآخر أنا ما رح أحكي قوانين لأنه أنا ما رح أحكي فيزياء. يعني إذا بترك البوينتر هلأ بإيدي أكيد رح يقع على الأرض لأنه قانون الجاذبية ثابت بكل محل. لكن في العلاقات الإنسانية والمواقف الاتصالية ما في إشي ثابت، بس ممكن نشوف علاقاتنا بزاوية أخرى تساعدنا نخفف هذا التوتر. في مقولة منتشرة جداً بتقول إنه أي علاقة سامة، غير آمنة، غير صحية، سلبية، شو ما بدكم سموها، إنه ننهيها. هيك الكل بيحكي. هل هذا وارد مع الأسماء اللي كتبتوها قبل شوي؟ طلعوا على الورقة، هل هذا الحكي وارد؟ هذا الحكي وارد آه، بس ما معررين الطريق، مو مع الأغلب، مو مع الأسماء اللي كتبتوها. فشو المفروض نعمله؟ المفروض بنعمله إنه نشمر عن إيدنا ونتحمل مسؤولية إصلاح علاقاتنا. بتذكر مرة كان عندي حلقة على التلفزيون اسمها علاقات غير آمنة. خلصت الحلقة من هون، جاني اتصال. أول ما سمعت صوت السيدة واضح إنها بعمر والدتي. شو بتقولي؟ بتقولي شفتك على التلفزيون يا خالة وجعتي لي قلبي. ابني حاضر دورة من هدول الدورات اللي أنتم المدربين بتعملوهم، دورة تنمية بشرية على تطوير ذات. وحاكي لهم المدرب بالدورة إنه أي علاقة غير آمنة سامة لازم نقطعها. فمروح ابنها من الدورة شايف والدته قايلها أنت علاقة غير صحية وغير آمنة فأنت خارج حياتي، ومقاطع علاقته مع أمه. برجع بقول هذا وارد، بس مش مع الأسماء اللي أنتوا كتبتوها. اللي وارد إنه نتحمل مسؤولية إصلاح علاقاتنا. في كتير مواقف بتخلي علاقاتنا تتوتر. من هاي المواقف موقف صار مع بناتي. وحدة بناتي قصت شعراتها، ضلت رايحة جاي رايحة جاي رايحة جاي قدام أختها إنه أختها تنتبه وتقولها نعيما، ما انتبهت. شو اللي صار؟ اللي صار إنه إجت عندي آية اللي قصت شعراتها بتقول لي ماما سلمى ما انتبهت، ما قالت لي نعيما، ليه يعني؟ الأغلب بنمرق بهاي الدائرة، بتم تفسير الموقف من الزاوية اللي إحنا شايفينها. بالأغلب بيكون تفسير لا واقعي وبالأغلب تفسير سلبي. شو بنعمل بهذا التفسير؟ نبني عليه حكم مطلق سلبي، نول مألأمه، شو مغرور، ما بحبني، مو طايلني من أرضي. وبالأغلب هذا الحكم المطلق السلبي نحمله نروح فيه عند أشخاص، نشكي همنا، موجوعين، شعرين بخذلان. بالأغلب هذا الشخص بيعطينا النصيحة اللي مو بمكانها. فشو بصير؟ نحمل تفسيرنا
إدراكنا للموقف اللي كان سلبي وغير واقعي، مع الحكم المطلق السلبي اللي إحنا طلعنا فيه، مع النصيحة اللي بالأغلب مش بمحلها، وبنحمل كل هدول وبنرجع فيهم للشخص المعني في الموقف. كيف نرجع؟ هنرجع محشونين بطاقة سلبية وبأفكار باتجاهه، وهيك بنبدأ نتوتر علاقتنا. منكون منحاسبه على تقصير بس ببالنا إحنا هو ما بيعرف عنه. وفعلا هذا اللي صار. إجت آية وحكت معي بنفس المراحل اللي حكيتها قبل شوي. شو حكيت لآية؟ قلت لها آية ماما سلمى ما بتشبهك، ما عندها مهارة الانتباه على التفاصيل مثلك. روحي احكي لها أنا قصيت شعراتي، شعراتي حلوين. راحت آية عن سلمى وقالت لها هاي الجملة. سلمى قلبت نزار قباني بالغزل. سلمى فرحت وآية فرحت وخلص الموقف على خير. مو كان أولى لآية لعلاقتها مع أختها تروح مباشرة تحكي معها؟ مو أسلم لعلاقاتنا نحكي مع الناس اللي منحبهم بدل ما نحكم عليهم ونفسر يكون عنا إدراك تماماً هن بالأساس ما بيعرفوا عنه؟ إحنا كلياتنا مختلفين وما بنقدر نيجي نقول في إشي اسمه من المفروض، من المفروض الطرف الثاني يعرف. مين قال؟ اللي بالنسبة إلك مفروض وطبيعي وبديهي عند الطرف الثاني لا هو مفروض ولا هو طبيعي ولا حتى بقاموسه. في مقولة بتحكي إنه المنطق الوحيد في هذه الدنيا أنه لا يوجد منطق. اللي بالنسبة إلك منطقي عند الطرف الثاني تماماً مش منطقي. فشو ما كنتوا متشابهين أنتوا مختلفين، حتى لو كنتوا توأم مثل بناتي آية وسلمى. إحنا مختلفين، لا عندنا مهارة التواصل وحدة ولا مهارة التعبير عن المشاعر وحدة. وقيسوا هذا الحكي على أي إشي مهم بعلاقاتنا. جربوا اليوم اسألوا حالكم وحبايبكم شو يعني الاحترام بالنسبة لكم. رح تتفاجئوا قدي كلمة الاحترام فضفاضة وواسعة. رح يجي حدا يقول لك الاحترام بالنسبة إلي إنك تحكي معي بصوت واطي. رح يجي حدا تاني يقول لك الاحترام بالنسبة إلي إنك تجيب لي كاسة المي لعندي، هذا هو الاحترام. يجي حدا يقول لك الاحترام تحكي معي بشكرا ولو سمحت. يجي حدا يقول لك الاحترام إنك تنصت لي. واحد يقول لك الاحترام تستأذنتي قبل ما تطلع. وهيك انت بالنسبة لك الاحترام تحكي شكرا ولو سمحت. واحد من أسماء الخمسة اللي كتبتوها قبل شوي الاحترام عنده انك تستأذنه تخبره متى طالع متى راجع ومين وكيف وليف وليش. بس انت بالنسبة لك هدول معلومات خاصة، هذا خط أحمر ما إله دخل فيه. المقابل انت بضلك تحكي له شكرا لو سمحت. شو ما حكيت ما رح تصيب الهدف معاه، لأنه الاحترام بالنسبة له تماماً مختلف. فشو ما حكيت كلمات وشو ما وجبته لن تصيب الهدف معاه. فإحنا غير أنه نحن منفسر على كيفنا المواقف، إحنا نحكي باللغة اللي إحنا منفهمها مو اللغة اللي بفهمها الطرف الثاني. قيسوا هذا الحكي على أي إشي مهم في علاقاتنا. احترام، مودة، تقدير، تعاطف، تشجيع، كل هاي المصطلحات المهمة في علاقاتنا إحنا مختلفين فيها. لو أنت على سبيل المثال المحبة بالنسبة إلك إنك تعبر بالكلمات، فبضلك تحكي حبيبي، روحي، عمري، حياتي، هلا يا كبير، هلا يا غالي، كل هاي المصطلحات. الطرف المقابل معك، المعني في العلاقة معك، هاي الكلمات ما بتعني بتاتا. هو بفهم الحب إنك أنت توفر له وقت نوعي، بس أنت ما بتوفر وقت نوعي، أنت بتوفر كلمات. بالتالي لن تصيب الهدف معاه، هو ما رح يعرف انك انت بتحبه، لانك عم تحكي باللغة اللي انت بتفهمها مو اللغة اللي هو بفهمها. انت عم تمرق بموقف واعز اصدقائك معك في هذا الموقف، واقف معك فعلا وعم بيعطيك كل دعم معنوي انت بتحتاجه، بس انت بهذا الموقف ما بدك دعم معنوي، بدك دعم مادي، بس هو ما اجى قال لك. شو رح يصير فيك؟ رح يصير فيك إنه ول عليك ما أبخلك، قرش مش راضي تعطيني؟ ورح تحكم عليه بهاي الطريقة، ورح تروح تنقل قصتك معاه للناس ويعطوك نصيحة مش بمكانها، ورح تمرق بنفس الخطوات. مش كان أولى تروح تقول له أنا محتاج منك دعم مادي؟ لو بيقدر رح يلبيك، ولو ما بيقدر رح يشرح لك، يقول لك ظرفه، وبالتالي رح تحافظ على علاقتك معاه. مرة صار قدامي موقف مع ناس كتير قراب على قلبي. توفت طفلتهم وهي رضيعة أيام، فزوجها قالها بما أنه صغيرة جداً بعمر أيام ما بدنا نعمل بيت أجر، فتمت عملية الدفن. صاحب حاله وطلع بنفس الليلة مشوار مع أصحابه.
بغض النظر اللي عمله بالنسبة لكم صح ولا مو صح، منطقي ولا مو مش مو منطقي، برجع بقول ما في منطق في هاي الدنيا. فهي بالنسبة إلها إنه ول عليك مأسى قلبك، أنت مين دافن؟ تاني يوم الصبح إجا قالها اطلعي مع صحباتك، روحي وغيري جو، عبر لها بدعمه وبتعاطفه معها باللي هو بفهمه مش اللي هي بتفهمه. فبالتالي بهذا الموقف هني مش بس توترت علاقتهم، هذا الموقف كان كفيل حقيقي إنه يعمل شرخ كتير كبير بينهم، لأنه كل حدا فيهم حكم على هذا الموقف من زاويته، من الإدراك تبعه، وعبر للتاني بتعاطفه ودعمه بالطريقة اللي هو بيفهمها مش بالطريقة اللي بيفهمها الطرف الثاني، وهذا كان كفيل فعلا يعمل شرخ بينهم. بالتالي في شغلتين أساسيتين بيخلوا علاقاتنا تتوتر: الإدراك بمعنى تفسيرك للموقف، والتوقعات. وما في شيء اسمه خلي توقعاتك واقعية. نرجع منقول الواقع عندك عند الطرف الثاني قد يكون أبدا غير واقعي، ولا بقدر أجي أقول لك كون بلا توقعات، إحنا بشر أكيد رح يكون عنا توقعات، بس بقدر أقول لك يا إنه احمل إدراكك وتفسيرك للموقف، واحمل توقعاتك وشاركها مع الحدا اللي بهمك أمره، روح احكي معاه مشان تتواصلوا وتساعدوا ينجح بعلاقته معك. إحنا بدنا الناس تنجح معانا، تنجح بعلاقتها معانا مو تفشل، هذا اللي بدنا إياه مع الناس اللي إحنا منحبها. والإنسان اللي إيجابي هو الإنسان الواقعي، مو زي الناس فاهمة. الناس فاهمة إنه الإنسان الإيجابي عايش بفقاعة هيك هلامية، أبداً. كل ما كان إدراكك وتوقعاتك واقعية كل ما كنت أنت إنسان إيجابي، والعكس صحيح، كل ما كنت أنت إنسان سلبي كل ما كانت توقعاتك غير واقعية والإدراك تبعك أو تفسيرك للموقف غير واقعي. ليه؟ لأنه الإنسان السلبي هو اللي ببالغ بالموقف، هو اللي بيسيء تقدير لهذا الموقف، بيعطيه أكبر من حجمه، هو الشخص اللي بيلعب دور الضحية وبيكون عنده إنه في مؤامرة عم تنحاك حوله وبيروح لسوء الظن. هذا الإنسان الغير إيجابي، هذا الإنسان الغير واقعي. بالتالي كل ما كنت أنت إنسان إيجابي كل ما كنت أنت إنسان واقعي. معادلة تانية: كنت أنت إنسان إيجابي شو بتعمل؟ بتشمر عن إيدك وبتتحمل مسؤولية إصلاح الموقف، بتقدر تصلحه بتصلحه، ما بتقدر تصلحه بتتقبله وبتتكيف معاه. هذا هو الإنسان الإيجابي. أعطيكم مثال: لو أنا كبيت على حالي فنجان قهوة قبل ما أطلع على المسرح وأنا إنساني سلبية، شو رح يصير فيي؟ رح أتأتأ وأنسى كل الحكي. ليه؟ لأنه كب القهوة عنا إياها فال شؤم، فيعني أكتر من هيك شؤم ما في، فما رح أعرف أحكي ولا كلمة. لكن لو أنا إنساني إيجابية واقعية كبيت القهوة قبل ما أطلع، رح أعطي تقدير مناسب لهذا الموقف. إذا بقدر أعمل إشي بفنجان القهوة بعمله، ما قدرت بعطي الموقف على قده. هذا هو الإنسان الإيجابي. ننظر لعلاقاتنا بهاي الطريقة، ما بدنا نحاسب الناس على تقصير هن ما بيعرفوا عنه، بدي يكون قدر المستطاع تفسيرنا، إدراكنا، توقعاتنا واقعية وإيجابية. في دراسة انعملت بجامعة هارفارد وهي أطول دراسة حتى هاي اللحظة، شو بتقول الدراسة؟ بتقول إنه السبب الرئيسي لسعادتك هو صحة العلاقات من حولك. قد إيه علاقاتنا آمنة، صحية، إيجابية هو السبب الرئيسي لسعادتك، والسبب الرئيسي لسعادتك هاد هو قرارك أنت، اختيارك أنت، مسؤوليتك أنت. ارجعوا للأسماء الخمسة اللي كتبتوها قبل شوي، طلعوا عليها وحطوا قدامهم خمس أعمدة وجاوبوا الأعمدة بروقان. العمود الأول اسمه الامتنان، بمعنى أنت ليش ممتن بوجود الشخص اللي كتبت اسمه؟ تعرف عليه وقول ليش أنا ممتن لوجوده، حطهم قدامك. العمود الثاني نقاط القوة، بمعنى هذا الشخص إيش عنده نقاط قوة بتمتع فيها، إيش إيجابياته، اكتبها تعرف عليها. العمود الثالث دورك، دورك بشو؟ دورك بنقاط القوة، شو بدك تقدم له دعم حتى تبرز نقاط القوة بعلاقتكم مع بعض. العمود الرابع نقاط التطور، بمعنى نقاط الضعف، شو ما بتحب بهذا الشخص برضو اكتبها تعرف عليها. العمود الخامس والأخير دورك، دورك بشو؟ دورك بنقاط التطور، شو بدك تقدم له دعم حتى نقاط التطور تبعته تقل قدر المستطاع في علاقتكم. كثير ناس بتقول إنه عشان أي علاقة تنجح 50% منها 50% من الطرف الثاني،
أنا تماماً رح أحكي العكس. عشان أي علاقة تنجح المطلوب منك أنت 100%، 50% دورك في نقاط القوة تبعته، 50% دورك في نقاط التطور، 50 من هون، 50 من 50 من هون، 100% مطلوب منك أنت. فشمروا عن إيديكم وتحملوا مسؤولية إنجاح علاقاتكم. وهذا القرار بده شجاعة، بده مسؤولية، بده مبادرة. بالنهاية الجنة بلا ناس ما بتندعس. شكراً جزيلاً.